السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بخير. أقدم لكم في هذا الفيديو من قناتي أنا وحياتي تحديث لأسعار الدولار والعملات ليوم الأربعاء 19/6/2024. فضلا منكم وتكرم أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك وليك. أولا، سعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء. سجل الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 68 جنيه 50 قرش، دينار بحريني 128 جنيه 67 قرش، ريال قطري 13 جنيه 30 قرش، ريال عماني 125 جنيه 96 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 61 جنيه 98 قرش، سعر الدينار الكويتي 158 جنيه 26 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 13 جنيه 2 قرش، سعر اليورو 52 جنيه 35 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 93 قرش. سعر صرف الدولار والعملات، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، الشراء سجل 50 جنيه 3 قروش والبيع سجل 51 جنيه 33 قرش. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في البنوك المصرية، الريال السعودي سجل 12 جنيه 73 قرش، الدولار الأمريكي سجل 47 جنيه 66 قرش، اليورو سجل 51 جنيه 66 قرش، درهم الإماراتي 13 جنيه، الدينار الكويتي 156 جنيه، جنيه استرليني 61 جنيه 75 قرش، ريال عماني 124 جنيه 13 قرش. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.